صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسي وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين وعلى امتداد الوطن السليب. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني والتنسيق محمد الزاغة، من الهندسة الإذاعية خالد نجاس، مني لكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة أطيب التحيات. للتذكير تتابعونا على شبكة وطني الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2 وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشرة. أبدأ وإياكم بأبرز العناوين. في اليوم 81 من الحرب على قطاع غزة، غارات إسرائيلية متواصلة تختطف المزيد من أرواح المدنيين. من نقطة الصفر، مقاتل قسامي يفجر ميركفة إسرائيلية. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك مع المقاومة الجنوبية قطاع غزة، أحدهما منسق عصابات شبان التلال الاستيطانية. وأيضا متظاهرون يعتصمون أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي مطالبين بوقف الحرب على غزة. سبع ساعات على الاقتحام، وما زال أيضا جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه مدينة طول كرم ومخيمها. اقتحامات واعتقالات واسعة تطال عشرات المواطنين بالضفة الغربية. هيئة
عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول تلقينا بلاغا عن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب الحديدية جنوب اليمن. ووزارة الدفاع السورية تعلن خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة عقب استهدافهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. ومن العناوين إلى التفاصيل. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المنكوب لليوم 81 على التوالي، ويستمر في ارتكاب الجرائم دون رادع بل بدعم أمريكي واضح وبعجز عربي وخذلان إسلامي. ارتكبت قوات الاحتلال مئات الجرائم المروعة بحق المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي، ليصل عدد الشهداء إلى 20674 وأكثر من 54000 جريح وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. ذكرت الوزارة في بيان لها مساء يوم أمس إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية 25 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا. في آخر تطورات العدوان المستمر على قطاع غزة، يرصد الطاقم أيضا طاقم الجزيرة ما يتعرض له قطاع من جرائم ومجازر وغارات إسرائيلية، إضافة لأعداد الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال لمنازل المدنيين. أستكمل وإياكم من آخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة. نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة في منطقة بطن السمين، قيزان أبو رشوان وجنوبية غرب مدينة خان يونس. أيضا قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس، فيما استمر وصول الشهداء والمصابين للمجمع جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وصلت عدة إصابات إلى مستشفى الكويتي برفح جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العمصي بالقرب من ميدان النجمة وسط محافظة رفح. وأيضا قصفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة أبو زرقة في الحي الهولندي غرب خان يونس، في حين استهدف قصف آخر وسط مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. الصحفي حسام يكشف عن جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال في مقبرة في بيت حنون صباح اليوم. وجدك وقبور كل أهالي بيت حنون كلها راحت، حتى الجثث لم تسلم من آليات الاحتلال. قد جرفت مقبرة مدينة بيت حنون التاريخية بالكامل. آليات الاحتلال دخلت إلى هذه المنطقة، إلى مقبرة بيت حنون، وقد هدمت المقابر بالآليات بالجرافات وبالقصف. لم يتبقى أي قبر في هذه المنطقة، عبارة عن أرض فارغة. تدمير المقبرة بالكامل، كما تشاهدون لم يبقى أثر للقبور إلا هذا القبر. شاهدوا هذا القبر المتواجدين من أمامي مستشفى مدينة بيت حانون، هذه المستشفى الوحيدة المتواجدة في هذه المدينة. طائرات الاحتلال وجيش الاحتلال تمركز في هذه المنطقة. هذه مستشفى مدينة بيت حانون، المستشفى الوحيدة التي توجد في مدينة بيت حانون، تدمر بالكامل من قبل آليات الاحتلال. بكم مجددا. إذا أستكمل وإياكم بآخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة وأيضا تبعاتها. متظاهرون يعتصمون أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي مطالبين بإنهاء العدوان على قطاع غزة. تظاهر عشرات من النشطاء أمام منزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لدعمه المستمر لدولة الاحتلال في حربها ضد الشعب الفلسطيني ومواصلتها ارتكاب المجازر بحق الأبرياء منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي. النشطاء رفعوا
الصور أمام منزل أوستن في مدينة بولاية فيرنجا. أيضا المنادده بهذه الحرب مستغلين عطلة عيد الميلاد هتفوا بضرورة وقف إطلاق النار ووقف الدعم العسكري لدولة الاحتلال. قال النشطاء أنه لا أعياد ميلاد كالمعتاد في ظل الإبادة الجماعية. كما نظمت أيضا مظاهرة أمام منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك في واشنطن للدعوة إلى وقف عدوان الاحتلال ولحثه على وقف دعم إسرائيل وتزويدها بالسلاح لقتل الفلسطينيين. استكمل وإياكم هذه الجولة بآخر المسجدات الميدانية في الضفة الغربية. الهلال الأحمر يتحدث منذ صباح هذا اليوم عن إصابة شاب يبلغ من العمر 31 عاما في دير شرفة شمال غرب مدينة نابلس باعتداء المستوطنين عليه وجرى أيضا نقله إلى المستشفى. تم تقديم الإسعاف للشاب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه عند حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم. وأيضا هناك إصابة للشاب بشظايا برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهة في عتيل شمال طول كرم وتم نقله إلى المشفى. قوات الاحتلال ما زالت تدفع بتعزيزات عسكرية حتى هذه اللحظة إلى مدينة قلقيلية. هناك اندلاع شبكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في هذه المدينة حتى هذه اللحظة. بحسب صحفيون في المكان قوات الاحتلال تقوم بإطلاق قنابل الغاز تجاه محلات المواطنين في حي شرين بمدينة قلقيلية. أيضا تقوم بإطلاق الرصاص الحي على عدد من عمال النظافة أثناء عملهم في مدينة قلقيلية. إذن هذه هي المستجدات حتى هذه اللحظة. ما زالت قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية حتى هذه اللحظات تعتدي على الشبان أثناء توجههم لعملهم في حي نزال بمدينة قلقيلية. قوات الاحتلال اقتحمت للمرة الثانية منذ فجر هذا اليوم هذه المدينة للوقوف مباشرة على آخر المسجدات الميدانية على أرض الواقع في مدينة قلقيلية. يسعدني مباشرة أن أرحب بالزميل الصحفي من هناك محمد نزال. محمد يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا هبيلي، يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك محمد. يعني قوات الاحتلال تقتحم للمرة الثانية خلال ساعات ومنذ فجر هذا اليوم مدينة قلقيلية. الحديث عن احتجاز عدد من الشبان، التنكيل بهم، أيضا اندلاع الشبكات ومواجهات بين قوات الاحتلال وأيضا المواطنين، ما التفاصيل آخر التطورات لديك؟ إذن مع فجر هذا اليوم قامت قوات الاحتلال باقتحام حي نزال في مدينة قلقيلية وداهمت منزل لأحد الأسرى المحررين في الحي، وقامت بإجراء عمليات تفتيش وقامت بالعبث في محتويات المنزل، ثم دارت اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال التي تقتحم الحي، من ثم انسحبت قوات الاحتلال من المدينة، ثم عاودت اقتحام المدينة مرة أخرى وانتشرت في عدد من أحياء المدينة منها حي كفر سابا وشارع الواد أيضا. ودارت مرة أخرى اشتباكات عنيفة في المنطقة، وقامت قوات الاحتلال أيضا باقتحام منزل لأحد العرسان، يعني شخص كان على مشارف خلال الأشهر القادمة من المتوقع أنه حفل زفاف، وقامت باقتحام منزله وبسرقة العبث بمحتويات المنزل وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من المنزل، ثم انسحبت من المكان، ثم عاودت مرة أخرى اقتحام حي نزال في المدينة وداهمت منزل آخر في الحي. وحتى هذه اللحظة ما زالت تقتحم حي شريم وعدد من أحياء مدينة قلقيلية، ومن الغير واضح ما هي هذه الاقتحامات التي تتكرر مرة بعد الأخرى بالتحديد خلال هذا اليوم. محمد، يعني هل هناك أي حصيلة واضحة حتى لحظة من عدد المعتقلين؟ يعني شاهدنا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي لأن قوات الاحتلال تقوم باحتجاز عشرات المواطنين وأيضا تقوم بالتنكيل بهم، هل هناك أي حصيلة واضحة؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي حصيلة نهائية.
الأحداث الجارية، لكن ما قامت به قوات الاحتلال هو احتجاز عدد من العمال أثناء توجههم لعملهم، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل بهم ثم أفرجت عنهم في وقت لاحق. إضافة إلى ذلك وردنا يعني من شهود عيان بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص الحي تجاه طواقم البلدية قلقيلية الذين يعملون في سلك النظافة، وحتى هذه اللحظة ما زال الاقتحام مستمر. نعم، يعني محمد كما ذكرت قبل قليل أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص الحي حتى على عمال النظافة المتواجدين في المكان، يعني بالتزامن مع عملية الاقتحام هذه وأيضا اندلاع المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ماذا عن الإصابات؟ هل سجل أي إصابات حتى هذه اللحظة أم ماذا؟ حتى هذه اللحظة لم ترد أي أنباء عن إصابات، لكن قوات الاحتلال قامت قبل قليل بإطلاق قنبلة غاز داخل أحد المحلات التجارية في المدينة، حيث كان يتواجد بداخلها عدد من المواطنين، لكن لم تحدث هنالك يعني أي إصابات خطيرة. نعم، إذن أشكرك إلى هنا زميل الصحفي من مدينة قلقيلية حدثنا محمد نزال. محمد شكرا لك على كافة التفاصيل. إذن ما زال حتى هذه اللحظات هناك اقتحام متواصل ومستمر لمدينة قلقيلية كما حدثنا قبل قليل الزميل الصحفي محمد نزال. أيضا هناك تجمعات كبيرة لجيش الاحتلال على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية في هذه اللحظات تزامنا مع اقتحام كبير بعدد من أحياء هذه المدينة. ذكر قبل قليل أن قوات الاحتلال تقوم بإطلاق قنابل الغاز تجاه محل المواطنين أيضا باتجاه عدد من عمال النظافة أثناء عملهم في مدينة قلقيلية، وتعتدي على عدد من الشبان أثناء توجههم لعملهم في حي نزال بمدينة قلقيلية، وتعيد قوات الاحتلال اقتحامها للمرة الثانية وسط الشباكات المسلحة بين قوات الاحتلال والمواطنين. أيضا قوات الاحتلال قامت بمداهمة عشرات المنازل في هذه المدينة واقتحام منزل المواطن محمود والويل، وأيضا تحطيم محتوياته وسرقة مبلغ من المال في مدينة قلقيلية خلال اقتحامها لهذا المنزل. اليوم في الضفة الغربية اقتحامات طالت مختلف ومعظم مناطق الضفة الغربية، نتحدث عن اقتحام جنين، اقتحام قلقيلية، الخليل، نابلس، مخيم نور شمس في طول كرم، أيضا اقتحام بيت لحم. اسمحوا لي أن أبقى في بيت لحم مباشرة لمتابعة تطورات المشهد هناك. يسعدنا أن نرحب بالزميل الصحفي حاتم تقاطقة. حاتم يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. صباح الخير هدية لك ولجميع المستمعين. تحياتي لك. حاتم، يعني ما زالت قوات الاحتلال يوميا تقوم بمداهمة عشرات المناطق في الضفة الغربية، اليوم من بينها بيت لحم التي أيضا شهدت اقتحام لعدد من الساعات واعتقال عشرات المواطنين، التفاصيل لديك؟ نعم، شنت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في محافظة بيت لحم، وبالتحديد في مناطق الخضر ومخيم عايدة وحرملة والعساكرة وبيت فجار. عرف من المعتقلين حتى الآن من مخيم عايدة الشاب ليندا منير جعارة 30 عام، والزميل الصحفي حمد علي تقاطقة من بيت فجار 31 عام. أيضا من بيت فجار عرف من المعتقلين أحمد فيصل تقاطقة 47 عام، وعمران عبد رب ثوابته 24 عام، ومحمد عماد ثوابته، ومحمد خالد تقاطقة، ومحمد صلاح ديرية، وعدي ماهر ثوابته، وحسن محمود تقاطقة، وفادي محمد تقاطقة، ويوسف محمد تقاطقة. في مخيم عايدة أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى جعارة 26 عام، وفي الخضر ربيع رزق عطوان 30 عام، وأكرم إبراهيم صلاح 40 عام. أيضا اعتقلت الشاب شادي عساكرة من منطقة العساكرة، وكما أفرجت قوات الاحتلال يوم أمس عن الشاب نعم محمد نعم نعم
أفرجت عن المعتقل منذ 10 سنوات. هو أسير محرر يعني تم الإفراج عنه الليلة الماضية بعد 10 سنوات في سجون الاحتلال. نعم صحيح. نعم يعني أيضا حاتم يعني شهدت هذه المناطق أيضا اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بين الشبان وقوات الاحتلال، يعني حتى هذه اللحظة ما زال هناك أي مواجهات أم أن هناك انسحاب تام لجنود الاحتلال؟ لا، انسحبت قوات الاحتلال في ساعات الصباح، وخلال المواجهات لم يسجل وقوع أي إصابات. يعني حتى هذه اللحظة لم يسجل وقوع أي إصابات، فقط كانت هي عبارة عن اندلاع مواجهات خلالها أطلق يعني الاحتلال قنابل الغاز المسيل دموع وأيضا الرصاص. يعني إن أردنا الحديث عن الاقتحامات المستمرة لمدينة بيت لحم لمخيماتها، يعني فجر هذا اليوم شهدت أيضا مخيم الدهيشة ومخيم العايدة اقتحامات، ويعني نعلم هدف الاحتلال خلال الأيام الماضية بتسليط الضوء على مخيمات قطاع الضفة الغربية على وجه التحديد. في الحقيقة يعني ما زال الاحتلال يعتمد أسلوب التضليل في الاقتحامات، حيث يسود الهدوء في منطقة بيت لحم من بعدة أيام. استعمل الاحتلال هذا الأسلوب في أكثر من مرة، حيث يتجنب الاقتحام لمدة تزيد عن أسبوع ثم يقوم بحملة اقتحام كبيرة واعتقالات واسعة، ربما كي يضلل المطاردين والمطلوبين لديهم بأخذ الأمان، ثم يقوم باقتحام المخيمات واعتقالهم. يعني حاتم، تزامنا مع هذه الاقتحامات المستمرة والمتتالية لمدينة بيت لحم لمخيماتها ومدنها وقراها أيضا، يعني ماذا عن أحوال الطرق يعني إليها؟ يعني الحديث أيضا أن حجز الكونتينر يتم اعتقال عشرات المواطنين عنه أيضا والتنكيل بهم خلال دخولهم إلى هذه المدينة، ماذا عن صباح هذا اليوم؟ نعم، بقي لمدينة بيت لحم بصراحة هي مدخلين فقط، وهي حاجز الكونتينر وحاجز النشاش، والمدخلين متواجد عليهم قوات الاحتلال على مدار الساعة، وتقوم بتفتيش السيارات وجوالات المواطنين، وتقوم باعتقال أي مواطن يوجد على جواله ما يخص المقاومة، سواء كان صور أو فيديوهات أو حتى قنوات التليجرام، حيث يتعمد الاحتلال أن يفتش تلفونات على قنوات التليجرام، وإذا شاهد أنه هذا المواطن مشترك في إحدى القنوات التي تنشر الفيديوهات والصور والأخبار عن المقاومة يقومون باعتقاله وأخذ جواله. في صباح هذا اليوم بخصوص المواصلات، كانت يعني أزمة خانقة على حاجز النشاش وأزمة أيضا على حاجز الكونتينر. يعني هذه هي الأزمة يعني بشكل شبه يومي حاتم، إذا اسمح لي أن أود شكرك على كافة هذه التفاصيل. الزميل الصحفي حدثنا من بيت لحم حاتم تقاطقة. إذا انسحاب قوات الاحتلال من هذه المدينة، وأيضا قوات الاحتلال تقوم باقتحام 15 مواطنا من بينهم فتاتان خلال اقتحامها لفجر هذا اليوم لمدينة بيت لحم ومخيم عايدة ومخيم الدهيشة في المدينة. أيضا الخليل تشهد اقتحامات مستمرة ومتتالية على بشكل شبه يومي. قبل قليل الحديث عن إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات مستمرة في مخيم الفوار جنوب الخليل. أيضا الهلال الأحمر يعلن ويقول طواقمنا في طول كرم تخلي سيدة من داخل مخيم نور شمس. هذه السيدة أصيبت باختناق نتيجة تفجير منزل في المخيم، جاري النقل إلى المستشفى في هذه اللحظات. هناك قبل قليل أيضا تمركز لقوات الاحتلال في حي شريم بمدينة قلقيلية، وما زالت أيضا متواصلة في اقتحامها للمدينة حتى هذه اللحظة، وأيضا تزامنا مع اقتحام كبير بعدد من أحياء المدينة وبعشرات الآليات العسكرية. إذن لمتابعة المزيد من أخبار الميدانية وآخر التفاصيل والمستجدات، يسعدني مباشرة أن نرحب بالزميل الصحفي الدكتور أمين أبو ورد. دكتور أمين، أهلا ومرحبا بك معنا. تحياتي لكم، صباح الخيرات. تحياتي لك دكتور. يعني قوات الاحتلال ما زالت حتى هذه اللحظة تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية، نتحدث عن اقتحام قلقيلية حتى هذه اللحظة، وأيضا عملية عسكرية في مدينة طول كرم ومخيمها. اسمح لي أن نتحدث عن آخر التفاصيل والصور الميدانية والمشهد الميداني في مدينة طول كرم.
بالفعل نبدأ من نور شمس الذي يتعرض منذ 9 ساعات بشكل مكثف لعملية عسكرية كبيرة يتخللها كما هو في الساعة الأخيرة من هذا الاقتحام تفجير لمنازل وحرك منازل مجاورة لها جراء عمليات الاقتحام وعمليات التفجير الكبيرة. طبعا الاقتحام بدأ في الساعة 1 فجرا باقتحام قوات كبيرة قدرة 40 آلية عسكرية برفقة جرافات احتلالية اقتحمت مخيم نور شمس وأيضا منطقة كتابة المجاورة وشرعت عمليات اقتحام للمنازل خاصة في حارة المنشية وأيضا حارة الجماسين وهناك جرى اعتقال واحتجاز عدة مواطنين وأيضا تحويل منازل إلى نقاط مراقبة عسكرية وتمركز القناصة. بالفعل الاحتلال أثناء احتجاز المواطنين قام بمصادرة أجهزة الخلوية لبعض المواطنين ونشر على صفحاتهم على الفيسبوك بعض العبارات المسيئة للمقاومة في غزة وتلويح تهديد عائلات المطلوبين بتفجير المنازل في حالة عدم تسليم أنفسهم. وبالفعل قبل أقل من نصف ساعة من الآن تم نسف أحد المنازل وحرق منازل مجاورة لهذا المنزل. تخريب البنية التحتية واضح. المقاومة كانت أنيفة أصوات انفجارات وإلقاء أقوى تخلل عملية الاقتحام المستمرة والمتواصلة ولوحت أن الاحتلال وسع إلى حد ما دائرة الانتشار إلى مفترق الكتابة وأيضا إلى بعض أطراف مدينة طول كرم حيث جرى اقتحام منزل الشهيد رياض الدير واعتقال نجله قسام خلال عملية الاقتحام فجر هذا اليوم. أجواء بالغة التوتر تسود المخيم في ظل استماع أصوات الانفجارات وعمليات تخريب المنازل واقتحامها وتفجير فجوات بين المنازل لاقتحام منازل مجاورة. مشاهد نور شمس تعيد الأذهان اجتياحات الضفة الغربية بال2002. هل هناك أي هدف واضح دكتور أمين من هذه العملية العسكرية المتواصلة لما يزيد عن 9 ساعات؟ الاقتحام يبدو مركز على منازل عائلات المطلوبين لقوات الحل من ضمن كتيبة نور شمس وبالتالي التهديد والتلويح لذوي المطلوبين ويبدو أن عملية النسف كانت أيضا لمنزل أحد المطلوبين خلال الساعة الأخيرة من هذا اليوم. يعني دكتورة خلال عملية الاقتحام المستمرة حتى هذه اللحظة بعشرات الآليات العسكرية أيضا هل هناك حتى هذه اللحظة أي اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال أم فقط تقتصر على مواجهات ما بينهم؟ كان يسمع صوت اطلاق النار وايضا القاء اقواء على دوريات الاحتلال، لكن في الساعات الاخيره من صباح هذا اليوم يسمع هو اصوات التفجير من قبل دوريات الاحتلال، سواء تفجير لمنازل او فجوات بين المنازل، وايضا يلاحظ بين فتره اخرى ان السنه الدخان تحوم في اجواء المخيم، يبدو ان هناك حرائق في بعض المنازل اثناء عمليات التفجير. نعم، دكتور ماذا عن حصيله الاعتقالات والاصابات ايضا؟ يعني هل وضحت حتى هذه اللحظه ام ماذا؟ بالفعل على مستوى الضفة الغربية إذا أشرت هذا الاعتقالات اليوم كانت كبيرة وعادت إلى أذهان الاعتقالات في الشهر الأول من حرب طوفان الأقصى. نحن نتكلم عن أكثر من 70 معتقل حتى اللحظة في هذا اليوم. طبعا هذا الرقم كبير مقارنة بالأسابيع الأربعة الماضية التي كان يتراجع فيها عدد المعتقلين إلى 10 أو 20 معتقل باليوم الواحد. اليوم الأعداد حتى اللحظة 70. طبعا من ضمن المعتقلين 15 معتقل من مدينة الخليل، 8 معتقلين من بيت فجار في منطقة بيت لحم، اعتقالات أيضا في رام الله والأبرز القيادات في رام الله القيادية في الجبهة الشعبية جرار التي تم اعتقالها من أحد أحياء مدينة رام الله، إضافة إلى القيادة والأسير المحرر حسان شتية، وأيضا هناك اعتقالات واقتحامات في منطقة قلقيلية وكرة جنين. طمون تم اعتقال فيها 3 شبان وهناك أيضا إصابتين في طمون خلال عملية الاقتحام. عمليات التنكيل والاحتجاز المواطنين ما زالت مستمرة في مدينة قلقيلية حتى اللحظات، وهناك تواجد احتلالي في أكثر من حارة بين حارة المسكاوي وحارة كفر سابا وحي النقار. هناك توارد احتلالي وتنكيل بالعمال أثناء توجههم إلى أماكن عملية في ساعات الصباح الباكر. هنا في نابلس يوجد اقتحام في قرية سالم شارع نابلس واقتحام منزلين وتحطيم محتوياتها. أيضا في كرة رام الله كان هناك اقتحامات واعتقال مواطنين وتنكيلهم بينهم رئيس مجلس قروي صفة في منطقة رام الله. وأيضا سجلت اقتحامات فجر هذا اليوم في بعض مناطق بيت لحم وبيت فجار ومخيم العروب ومخيم الفوار الذي يشهد في هذه الأثناء أيضا مواجهات عنيفة. نعم، يعني اسمح لي أن أبقى في مخيم الفوار، يعني ما التفاصيل، ما الذي يجري في هذه اللحظات؟ يعني الهلال الأحمر قبل دقائق من الآن أيضا أعلن عن إصابة شاب برصاص الاحتلال.
طبعا اقتحام الفوار تم في ساعات الصباح وليس في ساعات الفجر الاولى، وكان مفاجئ في ساعات الصباح ان قوه كبيره اقتحمت المخيم وبدات تتمركز داخل الحارات المخيم، وهناك اندلعت مواجهات وبدا عمليات اقتحام منازل. طبعا يسمع بين فتره اخرى اصوات اطلاق النار. بالفعل الهلال الاحمر وصل الى المكان وحاول اسعاف احد المواطنين، وهناك ايضا قيل ان هناك اصابه ايضا لفتاه في هذه المنطقه منذ ساعات الصباح الباكره. طبعا الاحتلال منذ ساعات الصباح هذا اليوم تعامل مع الطواقم الطبيه بخشونه كبيره، سواء كان في نور شمس، في تركيا، في قطيه، حتى انه في منطقه طولكرم اجبر قيادات الاسعاف لمغادره المخيم بحجه انها منطقه عسكريه مغلقه. صحيح. يعني دكتور، من العواجل التي تصلنا الان ان جيش الاحتلال يفجر ثلاثه منازل في مخيم نور شمس بطولكرم قبل انسحابه في هذه اللحظات. يعني هل وصلك اي انسحاب؟ هل هناك يعني انسحاب كامل في هذه اللحظه؟ هو طبعا المعلومات الاوليه منذ الساعه السابعه صباحا ان كان هناك عمليه كر وفر وايضا انسحابات جزئيه لدوريات الاحتلال، ولكن بعد الساعه السابعه ونصف بدات عمليات تفجير المنزل الاول، وبالتالي يبدو ان الاحتلال بالفعل نفذ وعيده بهدم منازل اهالي المطلوبين الثلاث، ثم بدا بالانسحاب. طبعا حسب زملائنا هناك وتشاهد عمليه خروج دوريات الاحتلال، ولكن هذا حتى اللحظه لا يمكن اعتباره انسحاب كامل، لان هناك خشيه ان يكون هناك قناصه وقوات خاصه داخل المخيم. نعم بالتأكيد. يعني دكتور، بالتزامن مع حملة المداهمات هذه التي طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والاعتقالات أيضا التي طالت لربما 70 مواطن أو ما يزيد منذ عدة أشهر وهي الحصيلة الأكبر، ماذا عن أحوال الطرق؟ ما الذي تشهده الطرق صباح هذا اليوم؟ بالفعل قبل قليل رصدنا من خلال نشطاء اخبار الطرق والحواجز اوضاع الطرق. طبعا نتكلم عن طرق بعضها بالغ الخطوره، خاصه الطريق الرئيسي بين نابلس وطولكرم، كون العمليه العسكريه كانت متواصله في مخيم نور شمس، وبالتالي المواطنين يتنقلون من طرق بديله، اذا طريق شبه خطر بين نابلس وطولكرم المحاذي لمخيم نور شمس. ايضا بعض الطرق في جنوب الضفه الغربيه بعضها مغلق وبعضها مسموح فقط للمشاه في منطقه الخليل ومنطقه المحيطه بها. مناطق شمال الضفة الغربية ما وردنا هو استمرار إغلاق حواجز حوارة وصرة. طبعا في دير شرف هناك انتشار احتلالي كبير بعد وصول معلومات عن تعرض قوة إسرائيلية الفجر هذا اليوم لإطلاق نار من قبل المقاومين بالقرب من مفترق دير شرف، وبالتالي لاحظنا وجود جنود منتشرين في هذا المفترق يقومون بتفتيش السيارات الخاصة الخارجة من نابلس باتجاه جنين على حاجز شافي شمرون. طريق الأغوار سالكة باتجاه طوباس وتياسير وحاجز الحمراء رغم وجود بعض الجنود على حاجز الحمراء. بين نابلس ورام الله الطريق سالك من كلا الجانبين سواء انطلاقا من حاجز بعترة وصولا الى بيت إيل. نعم، اذا اسمح لي الى هنا اود شكرك على كافة هذه التفاصيل الميدانية التي اوضحتها لنا خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية. شكرا لك دكتور أمينة. إذن حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة تطال 70 مواطنا بالضفة الغربية والقدس لربما هي الحصيلة الأعلى منذ عدة أشهر، ولربما أيضا تعيد الأنظار إلى الأيام الأولى خلال عملية ومعركة طوفان الأقصى كما قال قبل قليل الزميل الصحفي أمين أبو وردة. في بيت ريما قرب رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فادي باجس الريماوي وكاء جمال كمال الريماوي عقب دهم منازلهم وتفتيشها، في حين اقتحمت بلدة بيتونيا غربانة داهمت منحلا تجاريا في المنطقة الصناعية. في طولكرم تشهد هذه المدينة اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال منذ ما يزيد عن 9 ساعات، فجرت خلاله قوات الاحتلال 3 منازل واستهدفت أيضا بناية بقذائف الإنيرشا. قوات الاحتلال فجرت منزلا على مدخل مخيم نور شمس، حاصرت مبنى قيد الإنشاء على مدخل ضاحية كتابة شرق المدينة استهدفته بقذائف الإنيرشا. أيضا دمرت جرافات الاحتلال أسوار من عدد المنازل والمدارس والمساجد في المخيم. سحقت مركبة المواطنين دمرت الشارع المحاذي لحوز المياه المغذي لمخيم نور شمس. صحفيون في المكان يتحدثون في هذه اللحظات عن انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من مخيم نور شمس ومدينة طولكرم التي شهدت اشتباكات عنيفة ومواجهات أيضا واقتحامات لما يزيد عن 9 ساعات. تصدى مقاومون برصاص الحي والعبوات المتفجرة للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في عدة مناطق خلال هذا الاقتحام المستمر. ذكرت مصادر صحفية أيضا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر إسلام رياض بدير 32 عام عقب مداهمة منزله في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم.
من الأخبار الهامة أيضا، اعتدت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم بالضرب على شاب من بلدة عبوين شمال رام الله. أفادت مصادر محلية وصحفية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب محمد عنساوي من بلدة عبوين بعد احتجازه قرب حاجز قرب رام الله بحجة عدم وجود تطبيق تيليجرام على هاتفه. أختم وإياكم بحالة الطقس لهذا اليوم. توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، ويطرأ أيضا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، يميل إلى الدفء في بقية المناطق. هذه الليلة يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وباردا في معظم المناطق، باردا نسبيا في أريحة والأغوار. يوم غد يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، يميل إلى الدفء في بقية المناطق. إذن مستمعينا ومشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي تابعنا فيها آخر المستجدات الميدانية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. تحيات الزملاء في غرفة التحكم محمد الزغا وخالد نجاص، مني لكم من الإعداد والتقديم هادي أبو زينة أطيب التحيات. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بمشي العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي. هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. بوابة أريحة، جيريكو جيت، إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.